النهارده استاذ ابراهيم كان في اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي، اكد فيه على ضربه البدايه. الناس اللي كانت بتردد وتقول ان مباراه اوكلاند سيتي مباراه سهله مضمونه النادي الاهلي، لكن النهارده الكابتن محمود الخطيب كان يعني كان اجتماع مهم علشان يؤكد على اهميه اللقاء وضربه البدايه لازم تكون قويه مقابل لاعبي النادي الاهلي. ده بالفعل يا كابتن اسامه، الحقيقه الاجتماع الصبح النهارده للكابتن مع اللعيبه والجهاز الفني كان جرس بدايه، يعني جرس الحصه اللي ضرب فعلا، بدا يحط الناس كلها في المود بتاع البطوله، في تركيز البطوله، وده ظهر حتى بعد الاجتماع عليهم على طول انه الكل بدا يخش في اجواء البطوله. حذرهم بشكل اساسي من الفريق النيوزيلندي، لانه لو انت بصيت على نتائج اوكلاند قبل كده ممكن يصيبك شيء من الاسترخاء والاطمئنان، لانه الفريق ده دايما لما بيجي ضيف خفيف على البطوله بيلعب مباراه ويروح على طول، تقريبا ما بيلحقش يفك الشنط بتاعته. لكن المره دي قال لهم الفريق مختلف، كولر كمان بيركز على انه الفريق مختلف، دعم فرقته بصفقات كويسه، عنده عناصر كويسه، عنده استعداد كويس. الفريق ده عمل معسكر في برشلونه قبل ما يجي على المغرب على طول. عايز اقول لكم انه احنا في مدينه في شمال المغرب، تطوان ثم طنجة، هنكون ابعد عن اقرب مدينه اسبانيه ب 50 60 كيلو فقط، فانت تقريبا في الاجواء الاسبانيه من حيث الطقس ومن حيث حتى يمكن كنت انا والمهندس عادل النهارده في جوله في تطوان، الطراز المعماري والشكل العام فعلا اسباني، اللمسه الاسبانيه واضحه جدا على المعالم حتى على المعمار بتاعهم. فانت بتتكلم على فريق جاي عمل معسكر في برشلونه، اتعادل مع برشلونه به، استعد كويس قوي للبطوله، وجاي عنده حماس، كلام مدربه وكلام لعيبته انه لا عايزين المره دي تختلف عن كل مره. علشان كده اعتقد كان كلام الكابتن الخطيب مع اللعيبه النهارده فيه تحذير شديد، وحب يحطهم في المود او في التركيز الخاص بالبطوله.